إذا تريد معرفة طريقة زيادة هرمون الذكورة التستوستيرون فأنت في الفيديو المناسب، وسوف أعرفكم على تمرين يزيد من هذا الهرمون. كما يعرف الجميع أن هرمون التستوستيرون مهم جدا خاصة للرجال، وقبل أن نتعرف على التمرين لزيادة نسبة إفراز هذا الهرمون خلينا نتعرف على فوائده وما هي أهميته باختصار. فوائده بالنسبة للرجال: يلعب دورا هاما وأساسيا في الجسم، حيث يساهم هذا الهرمون في تنظيم عملية النضوج الجنسي والقدرة على التكاثر، بالإضافة إلى أهميته في الحفاظ على الصحة الجسدية. ومن أهم الأمور التي يساهم هذا الهرمون في ظهورها وتطويرها في مرحلة البلوغ وهي كالتالي: أولا، نمو العضو الذكري والخصيتين. ثانيا، ظهور الشعر على الوجه ومنطقة العانة وباقي الجسم. ثالثا، عمق الصوت أو خشونة الصوت. رابعا، زيادة قوة العضلات والعظام، وهذا ما سوف يساعدك على تضخيم عضلاتك، وفي حالة انخفاضه لن تستطيع تضخيمها. خامسا، زيادة طول الجسم. وكل هذه الفوائد تحدث فقط في فترة البلوغ، وفي الفترة التي تلي بعد مرحلة البلوغ يلعب هرمون التستوستيرون دورا هاما ايضا في تنظيم بعض وظائف الجسم، ويمكن ان نذكر البعض منها: اولا، تحفيز الرغبة الجنسية. ثانيا، انتاج خلايا الدم الحمراء. ثالثا، زيادة كثافة العظام. رابعا، توزيع الدهون في الجسم، وهذا سوف يعطيك مظهر متناسق وعدم تراكم الدهون في منطقة واحدة او في منطقة البطن. خامسا، زيادة قوة وكتلة العضلات، وهذا يعني اذا نسبة هذا الهرمون جيدة في جسمك فتستطيع ان تقوم بتقوية وتضخيم عضلاتك بصورة اسرع. سادسا، نمو الشعر الوجه والجسم، وهذا يعني ممكن ان يكون هذا هو السبب عدم نمو اللحية عند بعض الرجال في حالة انخفاضه. سابعا، انتاج الحيوانات المنوية، وتوجد العديد من فوائده اخرى ولكن نحن فقط ذكرنا الاساسية. والان يا ابطال سوف نتعرف على التمرين لتحفيز هذا الهرمون لزيادة نسبة افرازه بشكل طبيعي. التمرين الذي سوف نتمرن الآن سهل ويمكن لأي شخص القيام به، وسوف نقوم باللعب بين الجري السريع والجري الخفيف. وقبل أن نبدأ هذا التمرين حاول أن تقوم ببعض التمارين التسخينية حتى لتفادي الإصابات، وبعد أن تقوم بالتمارين التسخينية سوف تحدد مسافة 50 متر، ويمكنك أن تلعب هذا التمرين بالوقت عدم تحديد المسافة، ولكن أنا أفضل أن تحدد المسافة حتى يكون التمرين واضح بالنسبة لك. المرجو منك أن تركز معي جيدا حتى تفهم التمرين بصورة أفضل. يتكون التمرين من 3 جولات وكل جولة تشمل 200 متر، وهيا بنا لنبدأ مع الجولة الأولى. سوف تبدأ بالجري بطريقة خفيفة بين قوسين بشيت فولي حتى نقوم بقطع مسافة 50 متر. بعدها ابدأ بالجري السريع، يعني اخرج كل طاقتك وتكون تقريبا 90% من سرعتك في الجري، وعندما تصل الى نقطة البداية سوف تعود الى الجري الخفيف حتى تصل الى النقطة المحددة وتقوم بالرجوع بالجري السريع. وهكذا قد نكون انتهينا من الجولة الأولى. الراحة بين كل جولة تتراوح بين 90 ثانية إلى 80 ثانية. بالنسبة للجولة الثانية نذهب بالجري الخفيف حتى إلى النقطة المحددة ونعود بالجري السريع، وثم نذهب بالجري السريع ونعود بالجري الخفيف. وحتى تفهم أكثر ماذا أقصد ركز معي وأنا أقوم بالتمرين. الآن انتهينا من الجولة الثانية. بالنسبة للجولة الأخيرة سوف أبدأ بالجري السريع وأعود بالجري السريع، ثم أذهب بالجري السريع وأعود بالجري الخفيف.
أتمنى أن يكون التمرين واضح بالنسبة لك. اترك لي في التعليقات هل الشرح كان واضح، وأتمنى أن ينال هذا الفيديو إعجابكم. وأي سؤال كان لديك اتركه لي في التعليقات كيفما كان نوعه، أنا سوف أجيب على كل أسئلتكم إن شاء الله. وتابعوني على حسابي الانستغرام حكيم الماجيسيان، سوف أتركه لكم في الوصف. وشكرا لكم على المشاهدة، ونلتقي في فيديو جديد من فيديوهات حكيم الماجيسيان. ولا تنسوا الإعجاب والاشتراك في القناة مع تفعيل خاصية الجرس. السلام عليكم.